تخيل ان نهضه اوروبا كانت مرتبطه بسقوط القسطنطينيه، اكبر عاصمه مسيحيه على ايد الخلافه العثمانيه، خاصه ان رهبان كتير جدا هربوا منها بمخطوطات قديمه على مدن ايطاليا. اوروبا بعد ما عاشت قرون طويله تحت سيطره الكنيسه في العصور الوسطى، بدا فيها عصر جديد اسمه عصر النهضه، وده في حدود 1500 ميلاديه. البدايات كانت في ايطاليا في مقاطعه اسمها فلورنسا، وخصوصا ان ملوكها كانوا بيشجعوا على ترجمه المخطوطات القديمه للفلاسفه والادباء زي كتابات افلاطون وارسطو واشعار هوميروس. بس كانت في مخطوطه بالذات قلبت الدنيا، لان محدش كان متخيل انها كانت موجوده اصلا، متون هارمس او التعاليم المفقوده لمثلث العظمه. وصولها لاوروبا كان حدث ضخم جدا، لدرجه ان الامير كوزمو امر المترجم بتاعه ان يسيب ترجمه اعمال افلاطون اللي يعتبر وقتها اهم اسم في الفلسفه الغربيه ويشتغل على ترجمه متون هارمس. ولما خلص ترجمه النص كان الامير مريض جدا، فطلب منه ان يقراه عليه قبل ما يموت مباشره. النهارده هنتكلم عن هرمتيكا او متون هارمس، ودي نصوص مصريه قديمه الهمت علماء زي نيوتن وجابر بن حيان وصوفيين زي ابن عربي والسهروردي. قبل ما نتكلم عن الكتاب نفسه محتاجين نعرف الأول هو مين هارمس. هارمس في الأساس هو إله يوناني قديم، وهو من أبناء الإله الأكبر زيوس، وكانت له وظائف وأشكال كتيرة جدا. يعني هو مثلا كان إله اللي بيحمي البحارة، وهو الإله المسؤول عن توصيل أرواح الموتى في العالم الآخر، كمان كان إله التجارة اللي بيحرس الطرق والقوافل، والأهم من ده كله أنه كان رسول زيوس للبشر اللي بينقل ليهم رسائله عن طريق الأحلام. وكان اليونان دايما بيجسدوه على شكل راجل عنده دقن ضخمة وماسك في إيده عكاز كبير له جناحين وملفوف حواليه أفعى. في مصر القديمة كان في إله مشابه تماما لهارمس، نقدر نقول إنه الأصل بتاعه هو الإله تحوت أو توت أو جحوتي، وده من أقدم الآلهة في مصر والعالم كله، بيرجع لحوالي 3000 قبل الميلاد ويمكن له جذور أقدم من كده. تحوت كان إله مميز جدا عند المصريين القدماء. أولا كان هو إله الكتابة والمعرفة، ونسبوا له إن هو مخترع الكتابة وعلمها للمصريين. كمان كانوا بيعتقدوا إنه إله الحسابات اللي حط القوانين والنظام اللي مشيت عليه النجوم والكواكب والأرض، ولسبب ده كان مرتبط جدا بعلم الفلك. التقويم المصري القديم أول شهر فيه على اسمه توت. من ناحية تانية كان ليه دور كبير في محاكمة النفس بعد الموت في العالم الآخر، لأنه كان الإله اللي بيحدد إذا كان الشخص يستحق العقاب ولا الخلود. كمان كان معروف في مصر القديمة إن في صراع دائم بين الإله حورس ممثل النظام والإله ست ممثل الفوضى، وكان الإله تحوت هو الميزان اللي بينهم اللي بيحافظ على مساحة كل واحد فيهم. باختصار هو كان رمز للحكمة والعلم في مصر القديمة عامة. في الديانة المصرية القديمة كان في كتاب بينسبوه لتحوت اسمه كتاب الزمرد، هو عبارة عن 13 جملة مكتوبين بطريقة رمزية وبأسلوب الألغاز، وكان كهنة الإله تحوت بيعتبروا إن المعرفة اللي ورثوها من تحوت متلخصة في الكتاب ده، وهم بس اللي يقدروا يفكوا ألغازه، ودي حاجة مش متاحة لبقية الناس. وفضلت المعرفة دي محفوظة في المعابد لقرون طويلة. فضل الحال على كده لغاية عصر البطالمة في أول القرن الثالث قبل الميلاد. البطالمة في الأساس كانوا يونان، ورثوا حكم مصر عن الإسكندر الأكبر، بس هما ما كانوش بيتعاملوا مع مصر على أساس إنها دولة واقعة تحت احتلالهم، ما كانوا بيتعاملوا معاها على أساس إنها وطن ليهم. ومن ناحية تانية كانوا عايزين يوفقوا ما بين ثقافتهم وديانتهم اليونانية وبين الديانة المصرية القديمة، لأن اليونان في الأصل سواء في ديانتهم أو في ثقافتهم الشعبية كانوا بيعتبروا نفسهم امتداد لمصر في حاجات كتيرة جدا. هيرودوت المؤرخ الشهير كان مقتنع إن الديانة اليونانية كلها منقولة عن مصر القديمة، وبعيدا بقى عن إن ده صح ولا غلط، ده بيوريك اليونان كانوا شايفين مصر ازاي. ده غير ان اغلب الفلاسفه اليونان اتعلموا في مرحله شبابهم في مصر، طاليس زار مصر وقعد فيها فتره، افلاطون بيذكر مصر دايما في محاوراته بيعتبرها مثل اعلى المفروض اليوناني يقلدوه، فيثاغورس قعد في مصر 24 سنه وكان هيستقر فيها لولا الغزو الفارسي. المهم ان الحاله دي ساهمت ان الثقافتين يندمجوا مع بعض بسهوله، وده حصل في اسكندريه عاصمه البطالمه. فبدا البطالمه يقربوا ما بين الالهه المصريه والهه اليونان تحت اسماء موحده، فحصل دمج ما بين هارمس وتحوت تحت اسم جديد، هارمس مثلث العظمه. فترة الاندماج دي كان في سؤال شاغل بال الفلاسفة اليونان جدا، ازاي نقدر نفك غموض الديانة المصرية القديمة؟ كان في نظرة احترام كبيرة جدا منهم للديانة استمرت اكتر من 3000 سنة، بس كانت مليانة بالاسرار والغموض اللي كان صعب على تفكيرهم الفلسفي انه يقبله. الموضوع بالنسبة ليهم ان ده لغز لازم يتحل، وهنا في نقطة مهمة جدا ان احنا نوضحها. اليونان مش اول بشر يفكروا بشكل فلسفي، الهند والصين ومصر القديمة كان فيها افكار فلسفية سابقة على اليونان، بس الفكرة ان اليونان هم اول ناس يكتبوا افكارهم الفلسفية بشكل واضح بعيدا عن الغموض اللي كان موجود في النصوص المصرية مثلا. يعني مثلا اليونان لما جم يتكلموا على ان العالم عبارة عن نظام ثابت من القوانين سموه اللوجوس او العقل الكوني، قالوا الفكرة بشكل مباشر. لكن لما نيجي نشوف نفس الفكرة في مصر القديمة هنلاقي النصوص بتقول ان الاله بتاح
وضع النظام العالم بروحه وكلماته. هي نفس الفكرة بس طريقة التعبير مختلفة، وده مجرد مثال بسيط نقدر نشوف منه الفرق بين الثقافتين في التعبير عن الأفكار. الاختلاف ده ما بين الثقافتين انتهى بقى في فترة البطالمة، ودي الفترة اللي بنسميها الثقافة الهيلينستية، وكانت من أهم نتائجها متون هارمس. ازاي بقى ده حصل؟ زي ما قلنا اليونان كانوا مشغولين جدا بأسرار الديانة المصرية، ومن ناحية تانية نتيجة للتقارب ده ما بين اليونان والمصريين بدأ الكهنة المصريين يخرجوا المعارف والأفكار الخاصة بيهم للغة اليونانية وقتها. متون هارمس هي أفكار مصرية قديمة اتكتبت بلغة يونانية وتضاف لها أفكار من الفلسفة اليونانية، خاصة فلسفة أفلاطون وفيثاغورس، لأنهم كانوا أقرب الفلاسفة اليونان لفكر مصر القديم. طب مين هو بقى مؤلف النصوص دي؟ صعب جدا نرجع المتون دي لكاتب واحد، وحتى صعب نحدد مين المجموعة اللي ألفتها، لكن أقرب النظريات بتقول إنه كان مجهود متواصل من كهنة مصريين درسوا اليونانية في الإسكندرية، وتاريخ تأليفها فترة طويلة جدا بتبدأ من القرن الثالث قبل الميلاد لغاية القرن الأول الميلادي، يعني كتبت واتجمعت في حوالي 400 سنة. عموما نقدر نقسم كتابات هارمس لقسمين، القسم الأول نقدر نسميه كتابات هارمس العلمية، ودي المجموعة الأقدم من النصوص، وهي عبارة عن كتابات في الفلك والتنجيم والخيمياء، وده الاسم القديم لعلم الكيمياء، بس في العصور القديمة كان مختلط بالسحر. الكتابات الخاصة بالخيمياء كان لها تأثير كبير جدا في الحضارة الإسلامية، خاصة مع العالم الشهير جابر بن حيان، ومعروف إن الجزء الخاص بالخيمياء في كتابات هارمس واللي تأثر بها جابر بن حيان هو الجزء الأهم في كتابات هارمس العلمية، ورغم إنه كان مليان أفكار سحرية وطلاسم إلا إنه كان من الأسباب الكبرى لإلهام جابر بن حيان في أبحاثه في الكيمياء، ودايما كان هو ده التأثير اللي بتلعبه كتابات هارمس على أكبر الأسماء في تاريخ العلم، الإلهام، رغم إن كان في جانب تاني سلبي إلى حد كبير، إنها كانت بتشدهم لممارسة السحر، وحتى جابر بن حيان نفسه ما كانش استثناء من الموضوع ده، لدرجة إنه اعتبر علم الطلسم هو من العلوم الهرمسية أشرف العلوم، رغم إنه علم قايم أصلاً على إن الحروف والكلمات لها تأثير على الطبيعة، ودي فكرة خرافية تماماً بيرفضها العلم دلوقتي. في نقطة كمان بخصوص كتابات العلمية لهارمس، هي بترجع بقى لمصر القديمة ولا الفكر اليوناني؟ المسألة دي محسومة بالنسبة لمصر، إن كل القدماء بينسبوا علم الخيمياء لمصر القديمة، الاسم نفسه جاي من اسم مصر القديمة، كيمي أو خيمي، ومنها جت كلمة خيمياء، لأنهم كانوا بيعتبروا المصريين مخترعين العلم ده، اللي كان في الوقت ده عبارة عن تحويل المعادن الرخيصة لعناصر غالية زي الذهب، وإزاي ممكن نصهر المعادن أو المواد المختلفة مع بعضها، وده الجانب اللي طوره جابر بن حيان بعد كده بشكل علمي. أما القسم الثاني والأشهر من كتابات هارمس فهي الكتابات الفلسفية والدينية، والقسم ده عبارة عن 17 نص مكتوبين بلغة الحوار ما بين هارمس وتلامذته، وفي نصوص منها بيدور فيها الحوار ما بين الإله إيزيس وبين ابنها الإله حورس. المجموعة دي كان لها تأثير كبير جدا في تأسيس حاجة معروفة في كل الديانات وهي التصوف. طبعا التصوف في الديانات كلمة كبيرة جدا وصعب نرجعها لعامل واحد، بس في الحضارة الإسلامية وفي أوروبا المسيحية كان لنصوص هارمس دور جبار في نشأة الحركات الصوفية. نقدر نفهم الوصلة ما بين الهرمسية وما بين الحركات الصوفية سواء في المسيحية أو في الإسلام من خلال مفهوم قدمته النصوص دي اسمه الغنوص. دي كلمة يونانية قديمة معناها المباشر المعرفة أو الإدراك، ومع الوقت بقت بتدل على طريقة مختلفة للتواصل مع العالم الإلهي. يعني إيه بقى الكلام ده؟ عشان نفهم الهرمسية والغنوصية بشكل أحسن لازم نعرف البشر بيتواصلوا مع الإله إزاي. لو بصيت على الديانات الثلاثة مثلا هتلاقي إن الفكرة الأساسية في التواصل ما بين البشر وما بين الإله سواء كان يهوه في اليهودية أو الأب في المسيحية أو الله في الإسلام، فالتواصل فيهم معتمد على الرسل اللي بيبلغهم الإله بشريعة معينة بتحدد طريقة التواصل ما بين الإنسان وما بين الإله. يعني الإنسان دوره هو الإيمان بشرائع الرسل، والإله اللي هو بيقوم بالتواصل مع البشر زي ما قلنا عن طريق الرسل، ونجاة الإنسان أو خلاصه متوقف على مدى إيمانه بالرسالة أو الشريعة اللي بيبلغها النبي. ده هو المفهوم المعروف عن التواصل ما بين البشر وبين الإله في الديانات الثلاثة. الغنوصية بقى أو الهرمسية هي طريقة مختلفة في التواصل مع الإله، يعني هي مش مختلفة مع الديانات نفسها، بالعكس هي متسامحة مع كل المذاهب الدينية، بس بتشوف التواصل في كل ديانة بطريقة تانية مختلفة عن المعروف. طب إيه هي طريقة التواصل دي؟ الطريقة الصحيحة للتواصل مع الإله في الهرمسية مرتبط بفكرتهم عن الإنسان نفسه. الإنسان عندهم هو كائن مزدوج تكون من عنصرين مختلفين عن بعض تماما. العنصر الاول هو الجسد، وده الجزء اللي بينتمي للعالم المادي، وهو اصل بؤس البشر ومعاناتهم برغباته الكتيره وشهواته، وكمان لانه مصدر للمرض وسبب للموت بشكل عام. اما العنصر الثاني في الانسان هو العقل او الروح، وده في الاساس جزء الهي وخالد لا ينتمي اصلا للعالم المادي بتقلباته، لكن مصدره الحقيقي الاله الاعلى او العقل الاسمى زي ما نصوص هارمس بتقول. الانسان من اول ولادته هو مربوط برغبات الجسد، ورغبات جسده بتكون اشبه بسجن بيمنعه من اكتشاف حقيقه العالم والتواصل مع العقل
الأسماء أو الإله. الجزء الإلهي فيه اللي هو العقل بيكون محبوس، لكن الهرمسية بتقول إن بداية الطريق للتحرر أو الخلاص أو النجاة من السجن ده هو معرفة الإنسان بنفسه. الفكرة البسيطة دي عن معرفة النفس تعتبر أقدم حكمة في مصر القديمة واليونان. الحكيم بتاع حطب كان دايما بيبدأ تعليمه بكلمة اتبع قلبك ما دمت حيا، وعلى معبد دلفي في اليونان القديمة كان في عبارة منقوشة على البوابة بتقول اعرف نفسك، وهي الجملة اللي اتأثر بها الفيلسوف سقراط جدا واعتبرها أساس كل فلسفته. معرفة النفس في الهرمسية هي الأساس للتواصل مع الإله، وبالتالي هي الأساس للخلاص. اعتماد الإنسان على عقله في تأمله للكون ومقاومته لرغبات جسمه ولدوامة الحياة العادية بتوصله لاكتشاف الجزء الخالد اللي فيه، والعقل قادر إنه يصعد في الكون لغاية ما يقدر يتواصل مع العالم الإلهي نفسه. والرحلة أو التجربة دي مش متوقفة على مجرد إيمان بديانة معينة أو اتباع رجل دين معين أو قسيس أو شيخ، دي تجربة لازم يخوضها الإنسان بنفسه. صحيح مهم يكون في مرشد في المراحل الأولى عشان تجربة الشخص ما تفشلش، بس في النهاية الموضوع كله متوقف عليه لوحده. وعلشان كده فكرة الغنوصية اللي قالت بيها الهرمسية مختلفة عن فكرة الإيمان العادي اللي بيكون مجرد اعتناق لفكرة دينية وخلاص. بس ده مش معناه ان الغنوصية ضد الإيمان، هي مرحلة أعمق وأصعب منه. وللسبب ده قالت نصوص هرمس ان الأفكار دي أسرار مش متاحة لكل الناس، أي حد من حقه يخوض التجربة، بس الحقيقة دي الناس ما بتتقبلهاش بسهولة لأن مش الكل قادر يخوض فيها وبيكتفي بمجرد الإيمان. يبقى الوصول للخلاص بالنسبة للهرمسية بيبدأ بمعرفة الإنسان بنفسه في البداية، وبينتهي بمعرفته بالعقل الأسمى للكون، الله أو الحقيقة النهائية للكون. ولأن الرحلة دي عامة صعبة، حددت الهرمسية 7 قوانين معروفة باسم القوانين الكونية الهرمسية، بتساعد عقل الإنسان على نجاح تجربته الروحانية لو قدر فعلا يستوعبها في تأمله للكون ككل. القوانين دي مكتوبة جوه كتابات هرمس بس بشكل غير منظم، وده كان مقصود عشان زي ما قلنا الهرمسية مقتنعة بفكرة اعتماد الإنسان على نفسه في اكتشاف الحقيقة، وكان دايما في محاولات لتنظيمها لغاية ما في القرن 19 قدرت مجموعة من أتباع هرمس في أوروبا تحدد القوانين دي في شكل منظم. نيجي للمبادئ دي. أول مبدأ أو أول قانون هو العقلانية، والمبدأ ده شرحناه في الكلام. زي ما قلنا الكون كله بيرجع لمصدر واحد هو العقل الأسمى، والعقل ده بيتجلى وبيظهر في كل جوانب الحياة. وببساطة العالم عبارة عن أفكار في العقل الإلهي، والإنسان جواه نفس المبدأ اللي بنسميه العقل أو الروح، وعلشان كده هو قادر بنفسه على التواصل مع العقل الأسمى. المبدأ الثاني اسمه التناظر، وده بيرجع لجملة شهيرة جدا لهرمس بتقول كما في الأعلى كذلك في الأسفل، وكما في الأسفل كذلك في الأعلى. فكرة المبدأ ده إن الكون كله في تواصل مع بعضه، القوانين اللي بتحكم السماء هي نفسها القوانين اللي بتحكم الأرض، والإنسان هو في الأساس صورة مصغرة للكون. رغم أن المبدأ ده بيبان أن فكرته بسيطة إلا أن تأثيره كان جبار، لأن طالما الكون كله في حالة تواصل وتشابه يقدر الإنسان يكتشف أي شيء مجهول بفوق قدراته عن طريق المعلومات المتاحة ليه. وهي دي الفكرة اللي ألهمت كتير من العلماء أنهم يدرسوا أشياء صعبة جدا الوصول ليها زي الكواكب والنجوم. الإنسان يقدر من دراسته لكذا نبات أو كذا حيوان يحط قانون عام في الطبيعة كلها. أما المبدأ الثالث هو اسمه الاهتزاز أو التذبذب، ويعتبر من أكتر الأفكار العبقرية في نصوص هرمس كلها، لأنه مش مجرد فكرة دينية، هو بيعبر عن حقيقة بيقول بها العلم حاليا. المبدأ بيقول ان كل شيء مهما كان ساكن هو في الحقيقة خاضع للحركة والتغير باستمرار، اي شيء حتى الجماد جواه حركة مستمر. طبعا ده من ناحية علمية صحيح، لان اي شيء جامد قدامك حتى لو كان كرسي هو عبارة عن ذرات وجزيئات في حالة حركة مستمرة. الاهم كمان الهرمسية بتقول ان كل الاختلافات الموجودة في الواقع راجعة لاختلاف درجات اهتزاز المادة او الطاقة اللي بتكون منها الكون، واي احساس منا ان السماء او النجوم ثابتة راجع لسرعة اهتزازها العالية جدا، زي بالظبط لما عجلة بتدور بسرعة كبيرة فتتوهم انها متحركش. اما المبدأ الرابع اللي هو القطبية، فبيقول بقى ان الاضداد زي الحب والكره، القوة والضعف، الحرب والسلام، بتبان انها اشياء مختلفة تماما عن بعضها، لكن في الحقيقة هم درجات في حاجة واحدة. عشان نفهم فكرة المبدأ بشكل افضل هنشرحها بحاجة بسيطة. الحر والبرد هما من الاضداد، عكس بعض تماما، لكن في الحقيقة الحر والبرد هو اختلاف بس في درجات الحرارة. يعني الحر والبرد في النهاية حاجة واحدة هي الحرارة، لكن مع اختلاف الدرجة. نفس الشيء مع كل شيء بتشوفه مضاد لشيء آخر، في النهاية في شيء من وراهم بيجمعهم. الهرمسية استعملت المفهوم ده في الحالات النفسية خاصة، طالما الأشياء المتعاكسة ممكن التوفيق ما بينها يبقى نقدر نغير حالة الكره مثلا لنقضها لحالة المحبة. المبدأ الخامس بقى هو التناغم، والمبدأ ده بيقول إن قدام كل حاجة بتنهار حاجة تانية بتقوم كرد فعل. مفيش حالة في الكون مستمرة سواء في القوة أو الضعف، النجاح أو الفشل، في إيقاع بيحقق تناغم بين الأحداث زي المادة والجذر بالظبط. كل طرفين في صراع لازم يحصل بينهم فعل ورد فعل، تقدم وتراجع. الإنسان نفسه مش خارج عن القانون التناغم ده، بيتنقل بشكل مستمر بين الحزن والسعادة، بين اللذة والألم. لو بصيت على الأمر بجهل هتشوفه حالة من عدم الاستقرار والفوضى، لكن الهرمسية بتقول إن التأرجح ده هو اللي بيضمن التناغم في الصورة الإجمالية للحياة. أما بقى المبدأ السادس فهو السبب والنتيجة، كل شيء خاضع لقانون السبب والنتيجة.
وعلى نفس الاساس مفيش حاجه اسمها صدفه. الصدفه دي كلمه بنداري بيها جهلنا بالاسباب الحقيقيه لحدوث حاجه معينه. كمان بالنسبه للهرمسيه وعينا بالقانون ده بيخلينا مدركين للاسباب اللي بتحكم حياتنا، فبنتحول من مجرد ردود افعال على كل حاجه بتحصل حوالينا في البيئه والمجتمع والتربيه وغيره لمتحكمين في الاسباب دي. المبدا السابع والاخير هو الجنس، والمبدا ده بيقول ان كل شيء بيتكون من جانب مذكر وجانب مؤنث، وده مش في العلاقات الانسانيه بس، لا ده في الفرد الواحد نفسه. كل ذكر في بعض الجوانب الانثويه، كل انثى فيها بعض الجوانب الذكوريه، وعشان كده اصلا في تواصل ما بينهم. كمان ده موجود على مستوى العقل، لان الهرمسيه بتقول ان الافكار بتتولد من بعضها بنفس الطريقه اللي بتحكم الحياه بين الذكر والانثى. كل الافكار اللي احنا قلناها على الهرمسيه تحولت لتراث ضخم اثر في كل الثقافات اللي جت بعدها. في المسيحيه ظهر في القرن الاول والثاني الميلادي مدارس اتعرفت باسم الغنوصيه المسيحيه، وكان لها اناجيل مختلفه عن الاناجيل الرسميه. هما كانوا رافضين لفكره ان الديانه تحكم فيها مؤسسه زي الكنيسه تفرض عليهم فهم معين عن المسيح، وطبقوا فكره الهرمسيه ان الخلاص بيعتمد على مجهود الفرد نفسه وقمعوا الرغبات جسده عشان يتواصل مع الاله. في الاسلام الهرمسيه كانت من اكبر العوامل اللي ساهمت في ظهور حركات التصوف، وخاصه لما ظهر الخلاف بين الفرق الاسلاميه عن ايه هي افضل طريقه لتفسير القران او تفسير الدين. في فرق قالت نرجع للعقل ونعتمد على التأويل، وفي فرق قالت نلتزم بالنص بس من غير تأويل ونكتفي بالأحاديث والسنة في التفسير. الصوفية الإسلامية دخلوا شيء جديد لفهم الدين وهو العرفان. هم قالوا إن القرآن زي ما له ظاهر له باطن، والباطن هو المعنى العميق للقرآن وللدين كله، وده استحالة نوصل له من غير ما نخلق تجربة روحية بنفسنا مع الله، وعن طريق التأمل والعبادة والزهد هنكتشف المعاني العميقة للدين، وسموا الحالة دي الكشف أو التجلي الإلهي. رابع العدوية فكرتها عن المحبة، والحلاك في كلامه عن الوصلة اللي ما بين الله والإنسان، وشهاب الدين سهروردي في كلامه عن الإشراك الإلهي، كلهم كانوا بيطبقوا نفس الفكرة القديمة للهرمسية، الوصول لله بيبدأ بتجربة الإنسان مع نفسه وتحرره من الجهل، وهي نفس الفكرة اللي عبر عنها الفيلسوف الصوفي المسلم الشهير ابن عربي اللي كان لقبه الشيخ الاكبر، من عرف نفسه عرف ربه. لما اتنقلت النصوص دي لاوروبا في عصر النهضه زي ما حكينا في بدايه الحلقه كان لها تاثير جبار في الهام اشهر العلماء. كوبرنيكوس بيبدا كتابه في الفلك اللي قال فيه ان الشمس هي المركز والارض هي اللي بتلف حواليها وقلب منظورنا عن الكون بجمله من نصوص هرمس، الشمس هي الكائن الاله المرئي. وكان معروف عنه انه درس نصوص هرمس في جامعات ايطاليا وقتها، وحتى اشهر اسم في تاريخ العلم اسحاق نيوتن اللي حط الاساس للفلك والفيزياء الحديثه كان مهووس بالهرمسيه لدرجه ان مؤلفاته فيها اكتر من مؤلفاته في الميكانيكا والفيزياء. ازاي بقى نقدر نقرا متون هرمس؟ الكتاب ده في العربي له طبعتين، الطبعه الاولى من ترجمه عبد الهادي عباس وعنوانها هرمس او النبي ادريس، ترجمه كامله للكتب مع دراسه عن اصلها، والطبعه دي لغتها دقيقه ومتخصصه شويه. اما الطبعه الثانيه من اصدار المركز القومي للترجمه تحت اسم متون هرمس حكمة الفراعنة، ودي طبعا ممتازة ومبسطة جدا ممكن اي حد يتعامل معاها. في الحلقة الجاية بقى هنروح الصين وهنتعامل مع اشهر حكيم عرفته الصين كونفوشيوس.